جداد مزم الفقيري، انا لو كان الامر بيدي شيخكم ده والله العظيم كان اسجنه يتسجن. والله لولا التلافي والتساهل الان اللي بيعملوا فوقه ناس القران ده، مزم الفقيري ده مكانه السجن. مكانه السجن كيف؟ الزول ده اول حاجه افترى على القوات المسلحه وكذب وقال كلام اتضرر منه الجيش، وقال كلام داعم للكلام البروجيله والقحاطه، كانه الحرب دي فتنه انه الكيزان ولا الحرب. القحاطه طبعا قالوا الكلام ده عشان يحيدوا الشعب ما يدعم القوات المسلحه، ومزم الكاذب في الكلام ده، والكلام ده يترتب عليه ضرر. في ناس بيسووا الكلام ده، الناس اللي بتتبعوا، بس شفت الناس اللي بتعصبوا للرجال، والناس شفت بتعصبوا للباطل، والناس اللي بتقدسوا الاشخاص. الشيخ لو قال نحن وراه حتى لو صح حتى لو كذب، شفت النوعيه دي؟ دين الان صدقوا كلام مزمل ده الضرر هنا. يعني في ناس الان امتنعت انها تدعم القوات المسلحه بسبب كلام مزمل. كتار الزيدين والتزموا، يقول لك حياد، مع انه الحياد زاد في المرحله دي يعتبر خيانه. بتحايد في شنو انت؟ انت جاي لك مرتزقه من كل الدول دي، بنهبوا وبقتلوا وبيغتصبوا، تحايد في شنو؟ وهو مزمن ده من اصلا محايد. لو كان التزم الحياد زي الكثير من الناس اللي عملوا فيهم حايدين وما فتحوا خشمهم كان ممكن، لكن الزول ده قال كلام يترتب عليه ضرر. الزول ده قال كلام بدين وعديل كده، قال كلام ما عنده عليه اثباتات، قال انه الحرب دي بدأوا الكيزان، مع انه حميد تي بتاعك ده مخالف من يوم 8 من 8 ابريل صدرت التحريمات من البرهان. يا محمد حمدان ده قالوا ما تحرك اي قوة من اي منطقة من المناطق اللي انت متواجد فيها، دي تعليمات. رفض حميد تي التعليمات وشقال بفهمه، ينقل في المرتزقة وينقل في العتاد، دخل مدرعات، دخل اليات او دخل اسلحة تقيلة، جلب المرتزقة لدرجة انه نازل استأجروا لهم بيوت عديل كده. يعني غير المقاتلين اللابسين زي الميليشيا، في ناس ثانية قاعدين احتياطي، وكل بيعمل فيه ده كان مؤشر ودليل على انه الزول ده داخل حرب. داخل حرب من ناحية الامداد اللي جابه، من المرتبات بتاع 3 شهور الصرافة، من الجاهزية بتاعتهم، من الكان بيعملوا فوق التمامات في معسكراتهم، ده كله كان اكبر دليل على انه الزول ده داخل حرب. والكلام ده ما بدا في ابريل، ده الكلام ده من بدري، من بدايه 2023 الزول ده بيعمل في الموضوع ده، بنقول في قواته دي جوا، يعني عنده فهم. القران في البدايه كان متجاهل كلام او تقارير الاستخبارات، لكن يوم 8 اتخذ قرار انه احمد تي ما يتحرك، احمد تي راكب راسي، يبقى الزول ده مخالف من يوم 8، وقانونا بقانون القوات المسلحه بتمردعه اي قوه اصدر اي تعليمات بالتحرك او الانسحاب وخالفت يتم محاسبتها ويعتبر تمرد. واحمد تي بتاعك ده تحت امره القوات المسلحه، الكلام ده قاله هو بنفسه، قال انا بتمر بامر القوات المسلحه وتوجيهاتي من القائد العام. طيب يا مزمل، انت من ناحيه شرعيه كده كويس، انت ما سلفي من ناحيه شرعيه، وللامر منو؟ حميد تي ولا البرهان؟ وللامر منو؟ لو قلت حميد تي يبقى انت كذاب، وكلام حميد تي زاد وفي ورد عليك، لانه يعني حميد تي بنفسه قال يا اخي انا بعتمر بامر القوات المسلحه مزول مني القائد العام. طيب خالف كلام القائد العام من يوم 8 ابريل، ليه الجيش ما ضربوا من يوم 8؟ ليه ما ضربوا من يوم 9؟ ليه ما ضربوا من يوم 10؟ ليه من يوم وحميد تي نسيت انت المشي عمله في مروي؟ نسيته انت؟ العمل حميد تي هناك؟ نسيته؟ جاي تقول يا والله العظيم الكيزان هو البدو الحرب ده عشان تحيد الناس؟ الكلام ده كان بدينك والله العظيم، والله لو في دولة كان شاد حيل اقسم بالله ما تحوم حوامتك الان الحايمة دي. بعدين سيبك من ده كله، انت جرائم الميليشيا دي ما شايفها؟ اللي بيعملوا فوقه ده يا اخي انت ذاتك تضررت من عندك نسيبك قتلوا الميليشيا دي، ما قادر تتكلم. وانت بالنسبة لنا والله ينجويتي الى ان شنو؟ تثبت العكس، اول حاجة تطلع تعتذر للجيش، تعتذر للشعب السوداني
تتم محاسبتك حق الراعي ذاك نحن بيشوف. لكن الان تعتبر جنجويتي وشنو يعني تكلمنا فيك في البوست جلاد بتاع الجاي ده تتكلم فارغ هنا جنجويتي الان انت جنجويتي انت لو كان التزمت بالحياد زي ما انت بتقول مختار الان الخان وعملوا فيها محايدين. انا ما بتكلم عن حضرتك هذا الان بيقول جنجويتي عادي بيقول كذا جنجر. انا بتكلم عن بعض الناس حتى الاعلاميين والفنانين عاملين فيها محايدين وما دارين يغروا وش. لو انت كان التزمت وما صرحت كان معلش يعني انت قلت كلام يترتب عليه ضرر يترتب عليه ضرر. وانا والله العظيم صدمتك لا توصف. انا كنت بتفرج محاضرات والزميل ده وشايف الزول اسد لكن الزول طلع دولقان ساكت في نهايه المطاف طلعت دولقان ساكت يعني زول وهمي ساكت زول وهمي ساكت اها قولوا قولوا عليه مبتدع كمان اها قولوا زول ده مبتدع ما هو حالكم حجتكم زول ده مبتدع الزول ده شنو ما هذه الحاجات بتعرفوها قولوا ابراهيم ده مبتدع الحمد لله رب العالمين والله نحن الواحد ما يقرك الشكل الواحد حريق وحريق اللحيه وما عارف لكن الحمد لله والله العقيده صحيحه الحمد لله يوم من الايام ما صرفنا عباده لغير الله نهائي ولا عندنا اعتقاد في غير الله. لكن موقفك الان انت واقف ده موقف باطل انت الان واقف جا الخطا وقاصد وفي جهازات واقفه وراك من الاخر كده في جهه واقفه وراك شنو شابكين انا ما عارف لا يتكلم ما تتكلم عن الشيخ يا اخي انت هو منو زميل ده ذاته هو منو زميل ده شنو نبي امام مالك قال لك شنو قال لك كل يؤخذ من قوله ويولد الا صاحب هذا القبر الا النبي زي ما زميل ده ما نتكلم عنه والله نتكلم عنه والله ما زميل ده مكانه السجن والله مكانه السجن الزول ده جنجويته عديل ولا دائره اثنين ثلاثه وافترع القوات المسلحة قال لك قال يا أخي الحرب دي بدول الجهزان الحرب دي يعني أنت ما شفت كان المعمل فوق والدين جدل ما شفت مخالفة حمدت التوجيهات والله حمدت المفروض من يوم 8 كلام ده ما كان الساعة 12 الساعة في الحدود دي يعني لكن المفروض حمدت من يوم 8 شفت من الساعة 1 وانت ماشي فوق حمدت المفروض كان الجوية تستهدف من الزمن ده ما ادلوا حبل الصبر بدخلين وساطات وزاد على الاقل في فصل بدخلوا له وساطات ومدنيين كمان معروف حمدتل لازم له الحرب دي منه وطلاب السلطه منه يوم القحاطه دي اللي هسه الان لفت بهم الدنيا وجيبوا جنجويد زمان ما طافوا جنجويد فيا اخوان احنا ما عندنا زول مقدس ما تيجي تقول لنا يا اخي والله العظيم شيخ مزمل وما عارف شنو شنو هذا الشيخ لو مو شيخ لنفسه يا زول موقف لوقف ده موقف جبان مترتب عليه ضرر يرد عليه طوالي وين المشكلة يعني؟ كلامه ده لو كان الزول ده مش قال كلام في العلن يرد عليه في العلن وين المشكلة يعني؟ جنجويدي وهسي والله العظيم السلطات دي لو جات ده هذول دخلوا السجن يتحاكم بالقانون بس يعني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.